تعزيزات عسكرية للسعودية في أبيان وشبوة ومأرب مؤخرا. ماذا تريد السعودية من وراء تكثيف حضورها العسكري؟ هل هو حضور بديل عن الدولة واحتلال غير معلن لليمن؟ أهلا بكم. قالت مصادر إعلامية إن عتادا عسكريا ثقيلا وصل مقر التحالف في محافظة مأرب قادما من الرياض. وفي محافظة أبيان أيضا قالت المصادر إن 50 عربة سعودية قدمت إلى معسكر الأماجد في مديرية لودر شرق المحافظة. إذن عتاد عسكري يدخل من السعودية إلى الأراضي اليمنية بكثافة، يعيد طرح تساؤل وزير الداخلية أحمد الميسري، أين هي هذه الأسلحة والحكومة تقاوم الإنقلابيين في عدن؟ تتأرجح الاحتمالات حول هدف هذه التعزيزات السعودية المكثفة، لكن المؤكد وأنها ليست لدعم الحكومة الشرعية. هكذا يقول تاريخ علاقة السعودية بالحكومة الشرعية. هل بانقلاب عدن كشفت السعودية عن استراتيجية جديدة في رعاية مشاريع تقسيم وتفتيت اليمن؟ أم أنها فقط أخرجت المشروع إلى السطح كي يعرف اليمنيون والعالم بوضوح حقيقة المشروع السعودي وتحالفه في اليمن؟ لكن ماذا عن الشرعية؟ هل ستظل تثني على حكمة الأشقاء السعوديين كما فعلت عقب انقلاب عدن؟ لم يكن دعم الرياض لانقلاب عدن هو نقطة التحول الاستراتيجية السعودية في اليمن، فانحراف التحالف بدأ في وقت مبكر بعيد انطلاق ما سمي بعاصفة الحزم. لكن ما فعلته أحداث عدن الأخيرة هو إزاحة الستار رسمياً عن هذه الاستراتيجية، وهي تقسيم اليمن ودعم مشاريع التفتيت والفوضى. بعد انتهاء مهمة الانقلابيين الجدد واستكمال سيطرتهم على العاصمة المؤقتة عدن، التقى الملك السعودي بالرئيس هادي، وتكرر إطلاق الوعود بإخراج مسلح الانتقال من مؤسسات الدولة وتحديد المهل بالساعات. انتهت تلك الساعات وتلتها الأيام، ولم تفعل الرياض غير استمرار المغالطات الإعلامية كي يتسنى إكمال الانقلاب كما يرى مراقبون. هذا ما أكدته أحداث أبيان، فبالرغم من لجان التهدئة السعودية في عدن واستخدام وفد من الانتقال برئاسة عيدروس الزبيدي لمدينة جدة، إلا أن العمل العسكري على الأرض لم يتوقف من جانب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات حليفة الرياض، لتسقط المحافظة في يد قواته على الرغم من التهديدات السعودية. محافظة شبوة هي الأخرى شهدت توتراً عسكرياً بين قوات الجيش وقوات النخبة الشبوانية، وتقول المصادر إن لجنة سعودية وصلت المحافظة لاحتواء الوضع، وأصبح سماع خبر قدوم لجنة سعودية يعني ضمنياً هزيمة الدولة لصالح الميليشيا، وكأن مهمتها ليست أكثر من إشراف على عملية استلام وتسليم. التعزيزات العسكرية السعودية تكثفت خلال الأيام الماضية في اليمن. عتاد عسكري سعودي يصل إلى محافظتي أبيان ومأرب خلال الساعات 24 الماضية، فضلاً عن الثكنات العسكرية الضخمة للرياض في المهرة وغيرها من المحافظات. ماذا تريد السعودية في اليمن؟ سؤال لم يعد يستدعي الحيرة أكثر، فالأجندة أصبحت أكثر وضوحاً والواقع بات يعكس الحقيقة. بعض اليمنيين عبر عن هذا الوضع على سبيل السخرية بأنه وبعد 5 سنوات من مواجهة الحوثيين تمكن التحالف العربي أخيراً من إسقاط الشرعية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور فيصل الحذيفي عبر الأقمار الإصطناعية، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور فيصل، وبداية ما هي قراءتك للوضع في المحافظات الجنوبية خاصة بعد الانقلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بإمكاننا تفسير الوضع الحاصل الآن في التنازع بين الإمارات والسعودية على الأراضي اليمنية، نوصفه بوضوح وبجلاء باعتبار أن هناك احتلال فقط
اليمن تخضع لاحتلالين، احتلال ناعم تمارسه السعودية واحتلال خشن تمارسه الإمارات. باللغة الشعبية حتى يفهم يعني عامة الناس وهي اللغة الأقرب إليهم، يعني نحن أمام سفاح بالتراضي وسفاح بالاغتصاب، هذا هو ما هو حاصل. ولكي أوضح الأمر أكثر بالسلوك السعودي الإماراتي على الأرض، السعودية تمارس الاحتلال الناعم عبر أكثر من طريق. الطريق الأول هو استئذان السلطة الشرعية بنقل القوات العسكرية إلى النقطة ألف، النقطة باء، النقطة جيم، كما عملت بدخولها إلى المهرة وإلى شبوة. دخلت إلى المهرة بتفاهم مع السلطة الشرعية وبالتالي لا مشكلة مع الشرعية، ودخلت لحماية مجلس النواب في شبوة بإذن السلطة الشرعية وبالتالي لا مشكلة. واليوم تدخل إلى أبين وستدخل إلى عدن وستدخل إلى بقية المنطقة المناطق الجنوبية أيضا بالتفاهم مع الشرعية، أيضا لا مشكلة مع السعودية، احتلال ناعم. وبالتالي ما هو حاصل من احتلال الناعم مثلا في المهرة هو التواجه المواجهة بين المواطنين وهذا الاحتلال. والاحتلال السعودي الناعم تم أيضا بآليتين، آلية الدخول بالقوات قلنا، وكذلك آلية التعيين لجميع مفاصل السلطات المحلية عن طريق السلطة الشرعية، أي أنها تعين محافظ وكلاء محافظين، مدراء مديريات، أمن مسؤولين، أي أنه لا يوجد أي مواجهة ما بين السلطة الشرعية والسعودية، لأن هناك تفاهم مسبق وضوء أخضر. وبالتالي نشأ صراع مختلف في المهرة، أي أن المواطنين هم الذين أصبحوا يتعرضون أو يناهضون هذا الاحتلال الناعم، بينما في عدن الاحتلال الخشن للإمارات تم بطريق مباشر وعن طريق جيش موازي بدون استئذان السلطة الشرعية. وبالتالي المواجهات مختلفة في عدن، نعم. مواجهات بين عملاء الإمارات وبين السلطة الشرعية، وهنا النتائج مختلفة بسبب اختلاف نوع الاحتلال الناعم والاحتلال الخشن. نعم، تقول آخر المستجدات دكتور فيصل أن طبول الحرب بدأت تقرع في شبوة رغم وصول القوات السعودية إلى هناك، كيف تفسر ذلك؟ طبعا من الوسائل الأخرى التي تستخدمها السعودية لاستكمال السيطرة على اليمن، حتى أكون واضح وبدون تحفظات، أنها تستخدم الإمارات كقفاز لاستكمال السيطرة دون إثارة غضب الشارع اليمني وبدون دخول مواجهات مع السلطة الشرعية وعدم ظهور بمظهر الاحتلال أمام النظام الدولي والمجتمع الدولي، أي بمعنى أنها تسمح للإمارات بأن تعبث ثم تأتيك مصلح وتحل محلها، وهذا هو ما سيحصل، أي أن السعودية ستحل محل الإمارات في شبوة، ستحل محلها في حضرموت، ستحل محلها في أبيان، في عدن، وكما حلت محلها عندما أعلنت الإمارات الانسحاب من طرف واحد في الساحل الغربي في الخوخة وفي المخا، أي أن السعودية ستستكمل السيطرة على اليمن بدون إثارة غضب السلطة الشرعية، لأنها تعمل بموافقتها ودون استثارة غضب الشارع اليمني، لأنها تحل محل الإمارات الخشنة التي أغضبت الشارع، وبالتالي تظهر كحمل وديع وكأنها فقط أتت لمساعدة اليمن. للأسف اليوم نحن بعد 4-5 سنوات حرب ينبغي أن نصل إلى درجة من الوعي الكافي لنعلم حقيقتين لا ينبغي أن نتجادل حولهما. الأولى أن الرئيس عبد الرب منصور فرط بالسيادة اليمنية وهو مسؤول عن كل هذه المآلات. الشيء الثاني أن دول التحالف هي دول احتلال وليست دول داعمة للشرعية، وما يحصل على الأرض يؤكد ذلك. نعم، هل برأيك السعودية تعي مخاطر التخلي عن الشرعية بهذا الشكل وهي التي تمثل غطاء قانوني وسياسي للتدخل العسكري؟ نحن نتحدث عن السعودية وكأنها دولة مؤسسات تفهم القانون، هذا غير صحيح. نحن نتعامل مع دولة هي قبيلة كبيرة، ويتعامل حكامها بلغة القبيلة العصبية، أي أنهم لا يحسبون حسابا للمعطى القانوني ولا للمعطى الدولي، هم يخضعون لحماية القرصان الكبير الذي أخذ منهم تريليونات وهو مستعد على حمايتهم. ونحن سمعنا خطاب ترامب بأكثر من موقف، قال لهم إن لم ندعمكم نحن ستسقطون خلال أسبوع، وبالتالي عليكم أن تدفعوا الأموال، وكان واضحا، وهو أكثر رئيس استخدم لغة التجارة بدل من لغة السياسة. وبالتالي نحن لا نتحدث عن دولة مؤسسية أو دولة قانون حتى نتخاطب معها وفق هذه المعايير. إذا نحن أمام
يعني قبيلة تعامل غيرها بنوع من العنقهية، بنوع من الإذلال، بنوع من القهر. يعني يتجسد في 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 سياسة القبيلة أو في سياسة عقل البدوي أو الإنسان القبلي المتعصب، يجسده قول عمر عمرو بن كلثوم عندما قال: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هكذا مجرد استعلاء. طيب لماذا تشرب وتعصد الماء على غيرك؟ يعني ما هذه العنقهية؟ هذه هي سلوك السعودية اليوم. السعودية لو كانت تشتغل بعقل الدولة لأصبحت تقود العالم الإسلامي وتشكل نصف العالم في الاقتصاد وفي السياسة، ولكن لأنها لا تشتغل بعقل العقل القانوني ولا بالعقل السياسي، فهي تشتغل بعقل القبيلة وعقل البداء، وبالتالي ستصل النار إليها في ذات يوم وليس بعيد. هناك من ينظر للأمر بنظرة إيجابية دكتور، ويرى أن السعودية ترد على تحركات الانتقال المدعوم إماراتيا في محاولة لاستعادة موقفها المسلوب واستكمال أيضا معركة استعادة الدولة. أنا قبل قليل أشرت إلى أن السعودية تحاول أن تظهر كمظهر منقذ، وبالتالي ما تفعله الإمارات من أفعال خشنة على الأرض يغضب اليمنيين ولا يرضيهم، وكذلك ما يفعله الانتقالي كعميل للإمارات أيضا يغضب اليمنيين ولا يرضيهم، وبالتالي أن تأتي السعودية كمنقذ لحل المشكلة مع الانتقالي وتهيئه أيضا وتهيئ الانفصال بشكل قانوني، هي الآن استدعتهم إلى جدة. كيف لسلطة شرعية لها تفويض شعبي ولها اعتراف دولي كسلطة شرعية، كيف تفاوض انقلابيين هم بمثابة مجرمين مفترض أن يحاكموا؟ كما فاوضت الحوثيين أيضا نفس الكلام، هم مجرد فاوضت الحوثيين أيضا برعاية أممية حتى الحوثيين أيضا نعم فاوضت الحوثيين وبرعاية أممية، هذا ما يعني ما أقدمت عليه أيضا. حتى الرعاية الأممية أيضا في بادئ الأمر لم تعطي الحوثيين صفة شرعية. القرار 22/16 طلب منهم الانسحاب، تسليم السلاح، العودة، الخروج من صنعاء، وبالتالي التسليم الكامل. فقط ضعف الشرعية وامتداد الحرب وفشل تدخل دول الخليج جعل العالم يتعامل بمعطى الأمر الواقع لا بمعطى القانون والسياسة، أي أن السلطة الشرعية هي التي أنزلت نفسها من موقع الشرعية إلى موقع الفوضى التي يبحث العالم من المنظور من الجانب الإنساني لحل هذه المشكلة، لأنه لا يمكن أن يتضرر 30 مليون والمجتمع يتفرج دعما لشرعية لم تحسن أدائها على الأرض ولم تقم بواجبها كما ينبغي. نعم، إذا اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا أحمد بلحاف مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة عبر الهاتف من المهرة. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، يا مرحبا، أهلا بك. بداية أستاذ أحمد، نود أن تطلعنا على آخر المستجدات فيما يحدث في شبوة مؤخرا. نعم، في ظل المستجدات الأخيرة التي تحدث على الساحة اليمنية بشكل عام، اليوم الوضع في توتر منحوظ وكبير في محافظة سبوة، وذلك نتيجة التدخل السعودي الذي حاول بل ونفذ إفشال الاتفاق الذي كان يجب أن يكون في محافظة شبوة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتمكين القوات الشرعية من مواقعها كما يجب قانونيا ودستوريا ووفق ما أعلن عنه التحالف العربي في أهدافه أول. نعم، لما ينقض الجانب السعودي الاتفاق؟ ولكن اليوم أبناء الشعب اليمني جميعا من أقصى إلى أقصى عرفوا مطامع السعودية والإمارات، والسعودية والإمارات لا زالت تلعبان على وتر واحد وهو إضعاف الشرعية واختطاف قرارها ودعم الميليشيات والمتمردين في المحافظات الجنوبية، وذلك ما شاهدناه في عدن ثم تمدد إلى أبين ثم تمدد اليوم إلى 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 شبوة، وهذا في إطار خطة ممنهجة تدعمها الرياض تدعمها أبو ظبي. وما رأيناه في محافظة المهرة كانت تجربة حقيقية، هو قد نادى أبناء محافظة المهرة من خلال لجنة الاعتصام السلمي جميع ابناء اليمن وقياده الشرعيه ومثلا فخامه الرئيس عبد الرب المنصور هادي للحذر من الاطماع السعوديه التي بدات في محافظه المهره، وقد سبق وان حذر ابناء محافظه المهره عبر لجنه الاعتصام من هذه المطامع، وان السعوديه والرياض وابو ظبي تخططان لضعاف الشرعيه وانهاكها واخطافها وتقسيم اليمن، ان الوحده اليمنيه
أزعجت السعودية كثيرا، وهي الهدف الأساسي هو أن تفكك هذه الوحدة. وهذا ما لمسناه هذه الأيام وشاهدناه، أن الرياض وأبو ظبي تعملان على دعم المتمردين في عدن، في شبوة، في سقطرة، وأيضا في المهرة، ولكن أبناء محافظة المهرة دعوا إلى حبة شعبية بقيادة الشيخ علي سالم الحريزي والشرفة والأحرار من أبناء المحافظة، وهذا ما استقبل إليه الشعب في شرق اليمن في محافظة المهرة، ودحر الميليشيات والمتمردين، ولا زالت الهبة الشعبية مستمرة بمباركة من لجنة الاعتصام ومباركة شيوخ القبائل والمكونات والأحزاب. وأيضا لا زال النداء إلى جميع أبناء المحافظات الجنوبية للنفير أمام هؤلاء المتمردين، وخصوصا المجلس الانتقالي ومن يعاونه. أيضا نحن نحب أن نشير إلى أن تعود أبو ظبي وأن تعود الرياض إلى رشدهما وإلى الأهداف المعلنة عنها لمواجهة الجماعات الانقلابية. لا دعم للجماعات الانقلابية في المناطق المحررة والمناطق التي لا يتواجد بها إلا الشرعية. أبناء اليمن لم يدعموا ولم يروجوا الأفكار. مثلا لو افترضنا أن الإمارات، هناك ناس مواطنين في دولة الإمارات وفي السعودية خاصة، ولكن نحن لا ندعم التفكك ولا ندعم التصدي في المجتمعات العربية. على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة، أبناء اليمن لم ينادوا أن تعود الإمارات إلى سلاح العمان، فتظل الإمارات التي لا يتجاوز عمرها 50 عام، الرياض التي عمرها أقل من 100 عام. لا يجب أن تناطح الحضارة اليمنية، ويجب أن تكون داعمة لها، واليمن تمثل حزام أمني للخليج العربي. هذا نحن ما ننادي به في لجنة الاعتصام، الحفاظ على الوحدة اليمنية ودعم التكامل العربي، وهذا من أهداف الجامعة العربية. ولكن الرياض وابو ظبي خرجتا عن منظومه الجامعه العربيه، ونحن في لجنه الاعصام نطالب الجامعه العربيه بجانب هذه الاعمال وهذه الافكار. نعم، اذا السيناريو استاذ احمد، يعني الانتقالي المدعوم اماراتيا انقلب على الشرعيه ويهرول لاسقاط المحافظات، شعر اليمنيون بغضب ولجأت الحكومه الشرعيه للسعوديه. الان السعوديه تدخل بعتادها وقواتها العسكريه لبعض المحافظات، انت برايك هل دخلت لحمايه ما تبقى من المحافظات قبل سقوطها بيد الانتقالي كما يرى البعض؟ لا يا عزيزتي، بل دخلت لتمكين قواها وميليشياتها واسلحتها ومتمرديها للانقضاض على ما تبقى من مؤسسات الدوله وشكل الدوله. السعودية لو كانت حقيقة تدعم الشرعية لما كانت أجبرت هادي في أن يقيم في الرياض، لكانت دعمتها أن يعود إلى عدن. الإمارات العربية المتحدة منعت الرئيس هادي من العودة إلى عدن، أو محافظة من محافظات الجمهورية. اليوم عروة سنوات الشرعية تقبع في فنادق الرياض تحت إجبار القوة السعودية. السعودية لا تدعم الشرعية، السعودية اختطفت الشرعية واستغلت الوضع حينما انقلب الحوثي في صنعاء على الشرعية، ووجدت في ذلك مدخل إلى اليمن وتنفيذ مطامعها هي والإمارات. تمكين السعوديه باسلحتها ونشرها في المحافظات الجنوبيه هو احتلال واضح ومحتوى الاركان. ندعو جميع الابناء الجمهوريه اليمنيه الى مسانده اخوانهم في شبوه وفي عدن وفي حضرموت وفي المهره الى اخراج هذه القوات التي لا تخدم الا التشظي والفتنه والتمرد على شرعيه. نحن السعوديه هناك من يفتي بعدم جواز خروج عن ولي الامر، فهي تدعم المتمردين الخروج على ولي الامر فهم الرئيس هادي، وهذا ما لم نقبل به ونحن نرفضه، وسبق وان اشرنا الى ذلك في لجنه الاعتصام ان السعوديه تدعم تفكك اليمن ولا تخدم الشرعيه او الاهداف التي اعلنت عنها حين قام التحالف العربي. ولكن اليوم ابناء الجمهوريه اليمنيه جميعا يعون اهداف ومطامع ابو ظبي والرياض، ويرفضون كل التدخلات وكل التجاوزات، ويعتبرون ذلك احتلال واضح للاركان. والهبه الشعبيه في محافظه المهره ما هي الا الصرخه الاولى والنداء الاول للخروج امام هذا الاحتلال وطرده من الارض. نعم، اذا هل هذا يعني ان هناك تنسيق بين الامارات والسعوديه لاسقاط البلاد في الفوضى وتقسيمها؟ نعم، هناك تنسيق واضح وهناك معلومات مؤكده ان هناك تنسيق بين الامارات والسعوديه ولعب الادوار وتبادلها. فمثلا في سقطرى الامارات احتلت جزيره سقطرى واتت السعوديه لتلعب دور المنقذ، وفي المهره كذلك، وفي شبوه اليوم ما نراه من انفلات هو بسبب دخل السعوديه والاتفاق حول الاتفاق الذي عقد في شبوه، وهذا ليس قريب على القوات السعوديه. بعد ذلك ثغره في محافظه المهره والتفت على جميع الاتفاقيات، وهناك تنسيق واضح بين ابو ظبي والرياض لدعم الفوضى والتمرد وتقسيم اليمن وتشتيته. ولكن باذن الله الاراده الشعبيه في الجمهوريه اليمنيه من المهره الى صعده ستظل متماسكه بالوحده اليمنيه، واما اراء المتشردمين واصحاب المشاريع الضيقه والصغيره لن يفلحوا ولن يفلحوا امام الجدار الشعبي والسد المنيع الذي انطلق من شرق الجمهوريه اليمنيه محافظه المهره بقياده الشيخ علي سالم الحريزي. سيصدون لهذه المشاريع الضيقه والاطماع السعوديه التي
يوما بعد آخر بالذات في محافظات الجمهورية اليمنية. نعم، سنتحدث عن تجربة المهرة مع السعودية أستاذ أحمد، ولكن ابقى معنا، سأعود إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، هناك من يقول إن المملكة تسعى الآن لاستثمار الغضب من الإمارات لتوطين وجودها في المحافظات الشمالية والشرقية لاستكمال المحاصصة بين قواتها وأذرع الإمارات، هل هذا الأمر واقعي؟ ومؤقتا على المدى المنظور هي تسعى لتثبيت وجودها في المناطق ذات الحساسية العالية بالنسبة لها، وهي المناطق الحدودية، صعدة، الجوف، مارب، شبوة، الحضرموت، مهرة. هذه المناطق بالنسبة لها ذات أولوية، وبالتالي لا تركز على بقية المناطق التي تركتها للإمارات حتى تحدث فيها دمارا وفسادا ثم تدخل هي بعد أن تضغط على الإمارات عن طريق الشرعية والغضب الشعبي في الانسحاب، فتحل السعودية محلها، وبالتالي تستكمل الطوق على احتلال يعني اليمن. أن الأمر هل يفهم يعني الأمر بأنه استلام وتسليم بين الإمارات والسعودية؟ هذا هو، نعم هذا هو. أنا قلت في أكثر من لقاء وخاصة هنا بأنه الطلب الحقيقي للتدخل هو كان للسعودية فقط، وأن دول التحالف هذه لا علاقة للشرعية بها، أن السعودية نفسها هي التي سعت إلى تشكيل التحالف وهي من استدعتها، وبالتالي اليوم حتى موقف الحكومة موقف خاطئ في القانون، لا تستطيع أن تناقش الإمارات بشكل مباشر، فهي ليست طرفا في الاستدعاء. الإجراء القانوني من الرئيس والحكومة أن يوجهوا خطابا مباشرا للسلطة السعودية بإلغاء التحالف أو نعم، بإخراج الإمارات من التحالف. وجود هذا التحالف والذي كان قوامه 11 دولة وربما الآن لم تعد تظهر منه إلا السعودية والإمارات، كان لديه أو حظي بالقبول من الحكومة الشرعية، وإلا كان يفترض أن ترفض ذلك بداية. هو القبول كان تحصيل حاصل، يعني هناك تصريحات تؤكد على أن القصف الجوي على اليمن بدأ والرئيس في حضرموت ولم يعلم إلا من القنوات الشرعية، أي أن هناك تفاهمات شفوية منذ صنعاء بتوطئة الانقلاب للحوثيين، وبالتالي عبد الرب منصور كما قلنا كرئيس أهمل القوى التي يمكن أن يتكئ عليها هو الشعب اليمني، دار ظهره للشعب واتجه نحو الإقليم ونحو العالم، وبالتالي أصبح يستخدم العصا الغليظة للفصل السابع تجاه أي قوة يمكن أن تواجهه تحت عنوان المعرقلين، فبالتالي أخضع هذه القوات للسكوت والصمت ولم يدعو إلى النفير العام حتى يتحرك الشارع حوله والجيش والشرطة لمنع الانقلاب وعدم سقوط صنعاء، وبالتالي هو يكرر نفس المأساة اليوم، نفس المسار. يعني تصوري بأنه يأتي عيد الأضحى بروتوكوليا لا يخاطب شعبه وكأنه لا يعنيه، تسقط عدن في الانقلاب لا يخاطب شعبه وكأنه لا يعنيه. يعني نحن أمام رئيس أثبت فشله، وبالتالي قلنا وأكرر من اليوم حتى اليوم القيامة بأنه لا ينبغي اليوم التعويل على هادي كمنقذ أو كشخص يمكن التعويل عليه، ولا يمكن أن نعول على دول التحالف أو أنا أسميها ليس دول التحالف العربي وإنما دول الاحتلال العربي. علينا أن نكون واضحين في المسميات. فأربع خمس سنوات من الحرب على من يتم التعويل كانت مسكوت عنها، من بيده أن يعطي الحل في ظل ما ذكرته، فشل الرئيس هادي، خيانة التحالف. ممتاز، هذا سؤال جيد وينبغي على الشعب اليمني أن يسمعه وأن يعيه. اليوم المهرة تقدم نموذجا واضحا لمن يمكن التعويل عليه. هل الشعب اليمني تصرف كالشعب كالمواطن اليمني في المهرة؟ اليوم ينبغي أن تكون الأمور واضحة، الدولة ليست دولة عبد الرب منصور، والشعب ليس شعب عبد الرب منصور، والوطن ليس وطن السلطة ولا الحكومة. الوطن والدولة هي ملك هذا الشعب، والسلطة الشرعية هي ممثلة للإرادة الشعبية وليست هي الشعبية، الإرادة الشعبية هي منحها الشعب. للأسف قلنا بأنه السلطة الشرعية بدل أن تكون ممثلة للشعب أصبحت تمثل به بهذه الإهانات وبهذا التقزيم،
وأصبح الشعب اليمني يعاني من مآسي لا حصر لها بسبب سوء إدارة هذا الشعب. وبالتالي نعول على الشعب، ينبغي على الشعب صاحب الوجع وصاحب الاختصاص والمستهدف من هذا الدمار الداخلي والخارجي ومن هذه التآمرات عليه أن ينهض. ما فعله إخواننا في المهرة هو هذا النموذج. ينبغي اليوم أن تكون المهرة عنوان لانتفاضة شعبية عارمة في جميع المحافظات. ينبغي أن يسترد الناس حقوقهم وحقهم في إدارة أنفسهم، وعلى أيهم أن يقرروا طرد المحتل، وعلى أيهم أن يقرروا تغيير أو الضغط على السلطة الشرعية أن تغير قرارها أو ترحل. يعني هل تجد أنه لابد من تشكيل قيادة شخص قيادة ميدانية لتتولى مهمة هذه الانتفاضة التي تتحدث عنها؟ بالتأكيد. نحن اليوم محتاجين إلى أن القوى السياسية والمجتمعية عليها أن تفك ارتباطتها بالرهان على الشرعية، وعلى الشرعية أن تفك ارتباطتها مع دول التحالف حتى ينطلق الشعب لتحرير نفسه. ما هو حاصل في المهرة هو فعلا انتفاضة شعبية لها قيادات واضحة ورموز مشرفة تتخاطب مع الشعب اليمني ومع العالم بلغة قانونية ودستورية ووطنية معتبرة، على عكس العملاء الذين حول الإمارات أو حول السعودية الذين يخضعون للمحتل ويتفاخرون بهذا الخضوع. اليوم كل مواطن معني بما يحصل له في البلد. نحن للأسف خلال ثلث قرن للأسف السلطة الساقطة خلقت شعبا معاقا ذهنيا ينصرف للدفاع عن غيره وينسى نفسه. اليمني هو الوحيد الذي يدافع عن أفغانستان، عن الشيشان، عن فلسطين، عن واق الواق، ولكنه مدمر داخليا ويسكت عن نفسه. وعندما يأتي في الصراع الداخلي يدافع عن الإصلاح، عن الناصري، عن الاشتراكي وينسى نفسه. وعندما يفاضل بين الرؤساء يفاضل بين عفاش وبين عبد ربه هادي وينسى نفسه. يعني نحن اليوم فقدنا وجود مواطن يدافع عن حقه. نحن بحاجة إلى أن يتحول المواطن إلى مواطن صاحب حق، صاحب كرامة، ينبغي أن يدافع عن نفسه أولا قبل أن يدافع عن الرموز السياسية أو المجتمعية أو السياسية أو الداخل والخارج. يعني من العبث أن يستمر الناس بهذه الملهى، ينتظرون الفرج من السماء أو ينتظرون الفرج من عدو داخلي أو عدو خارجي. نعم، إذن أعود إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يجد الدكتور فيصل وغيره كثير بأن المهرة قدمت أنموذج حقيقي للشارع اليمني، عنوان لانتفاضة شعبية عارمة. يعني هناك إجماع وطني مدني سلمي تم تقديمه في المهرة، لما لا يتم في بقية المحافظات، أسوة بالمهرة ولنقل بالمحافظات المجاورة التي ربما لديها القاعدة لتنطلق منها كما المهرة؟ نعم، لا مانع من ذلك أن يتم نقل النموذج وتجربة محافظة المهرة إلى المحافظات المجاورة وكل المحافظات اليمنية للتمسك والدفاع عن السيادة الوطنية. محافظة المهرة مثلت نموذج يحتذى به، حيث تلاحم الشخصيات الاجتماعية وتلاحم المشايخ مع المكونات والقبائل مع بعضها البعض، وكل المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية والتنظيمات والمرأة والشباب جسدوا موقف وطني واضح، يرفض انتهاك السيادة الوطنية، يرفض التجاوزات، يرفض التمرد على مؤسسات الدولة. أبناء محافظة المهرة حين شعروا بخطورة الموقف وكانت محافظتهم محافظة سلمية تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولم تكن في دائرة الصراع أو في نطاق الصراع على مر كل المراحل، ولكن حينما قدمت القوات السعودية أو قبلها الإماراتية إلى محافظة المهرة صدرت الفوضى وصنعت الفوضى وصنعت الموت وصنعت الفتنة بين القبائل، وحاولت ولكن أبناء محافظة المهرة القبائل إلى جوار بعضها البعض وقفت سد منيع أمام هذه الأفكار وأمام هذه الخطط الإجرامية التي تنال من الشعب اليمني ومن سيادته وكرامته، مثلت سد منيع لرفض هذه المخططات. فاليوم أبناء محافظة المهرة يجنون ثمار هذه الوقفة من خلال لجنة الاعتصام السلمي ومن خلال لحمة القبائل مع بعضها البعض وجميع الفئات والشرائح أمام الأطماع السعودية والإماراتية.
نعم أستاذ أحمد، لو سألتك عن هذه القوات السعودية الموجودة في المهرة، كم حجمها؟ حجم القوات السعودية هي حجم كبير، حيث تنتشر معسكراتها على امتداد الشريط الساحلي والشريط الصحراوي، وقد بلغت معسكراتها إلى العشرات، وفيها المئات من الجنود والضباط والمدرعات والأسلحة مختلفة الأحجام، فيها المتوسطة والثقيلة، تحاول من خلالها التقطع للمديريات فيما بينها البين، لذلك لمنع تحرك المواطنين خصوصا الذين يناهضون تواجدها، وتحاول من خلال هذه المعسكرات إنشاء معتقلات سرية بداخلها، ومن ثم النقل المعتقلين إلى القاعدة العسكرية التابعة لها في مطار القيضة. ولا زالت تنتشر هذه المعسكرات، ولكن تم تحجيمها من قبل المعتصمين ومن قبل المحتجين، ورفض أن يكون هناك حواجز لهذه المعسكرات تمنع التنقل بين منطقة وأخرى، وقد دفع المعتصمين الكثير، فهناك من سقط شهيدا بنيران السلاح السعودي في معركة في موقعة الأنفاق حينما أطلقوا النار على المعتصمين السلميين، واستشهد اثنان من المعتصمين فسعوديين مدانة بجرائم في محافظة المهرة وانتهاك لحقوق الإنسان، وهذا ما لم نسكت عنه، ولا زلنا نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بفتح ملفات تحقيق في هذه القضايا، ومنها أيضا محاربة الناشطين والصحفيين وملاحقتهم واعتقالهم، كما أيضا لا ننسى أن نذكر زميلنا يحيى السواري وأخيه الذين لا زال في معتقل السعوديين. نعم، حتى اللحظة أستاذ أحمد، ما هو مبرر وجود هذه القوات؟ من تحارب في المهرة؟ لو وجد مبرر لقوات التحالف في محافظة المهرة لما خرج أبناء محافظة المهرة معتصمين رافضين لهذا التواجد، ولكن لا يوجد هناك مبرر حقيقي لتواجدها، فمحافظة المهرة محافظة آمنة مستقرة، ولم تشهد أي توتر إلا من قدوم القوات السعودية في نوفمبر 2017، ولديها المحافظ الموالي لها الذي عينته الفارس راجح باكبيت، والذي هو أيضا يقود ميليشياتها في محافظة المهرة، وبالتنسيق مع المجلس الانتقالي الذي يقوده هاني بن بريك وشلته، وأبناء محافظة المهرة وقفوا سدا منيعا أمام هذه الأطماع ويرفضون كل هذا. نعم، إذا هناك في شبوة وأبين ومأرب الآن قواعد عسكرية للسعودية، هل تتوقع أن يستمر الوضع كما هو عليه؟ يعني خاصة أنها لا تحارب أحد في هذه المحافظة، على شبوة وعلى حضرموت أن تستفيق وأن تحذو حذو المهرة وترفض هذا الاحتلال الذي لن تجني منها إلا الخراب والدمار والفساد في محافظاتهم. أبناء محافظة المهرة نموذجا يحتذى به، فعلى أبناء شبوة وأبناء حضرموت، ونحن على ثقة كبيرة بقبائل شبوة وقبائل حضرموت ومكوناتهم ومشتقاتهم الاجتماعية والسياسية، أنها محل ثقة وشخصيات وطنية تتقف أمام هذه المشاريع، ولا يوجد هناك إنسان يرضى بأن تحتل بلده وأرضه لدولة أخرى، وخصوصا إذا كان هناك مثل هذه التصرفات التي تنتجها القوات السعودية والقوات الإماراتية. هناك نموذج في عدن، وهناك نموذج في حضرموت في مطار ريان، المعتقلات السرية وتعذيب المعتقلين دون أي سبب، وليست مخولة أساسا قانونيا بهذه الاعتقالات أو بهذه التوقيفات. فلذلك أبناء شبوة وأبناء حضرموت نحن على ثقة بهم أنهم سيقفون أمام هذه الأطماع وأمام هذه التجاوزات، وهناك تنسيق يجري بين على مستوى القيادات الوطنية والشخصيات الاجتماعية والقبائل للخروج في انتفاضة واسعة تشمل كل المحافظات الجنوبية لطرد ودحر المتمردين الذين ينتمون لهم الرياض وأبو ظبي. إذن شكرا جزيلا لك أحمد بلحاف، مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، كنا تحدثنا عن التحالف الذي قوامه 11 دولة، يعني تنتهك سيادة البلد بشكل سافر من قبل قيادة التحالف السعودية والإمارات، ولا نجد أي ردة فعل لبقية أعضاء التحالف. ألا تعتقد أنها تتحمل أيضا تبعات ما يحدث في اليمن من انتهاك كونه يقوم باسم التحالف؟ لا ندري لا ندري إذا كان هناك اتفاقية مكتوبة موقعة بين هذه الدول لتصبح شريكة فعلية في المحاسبة والمساءلة، أم أن الاتفاق مجرد اتفاق صوري معلن باسم الدول وبإمكانها التنصل بأنها ليست معنية بهذا التحالف.
المعني بهذا التحالف هي الدول التي تمتلك جيشا على الأرض. اليوم معظم الدول سحبت مشاركتها من دول التحالف، ولم يبقى سوى الفاعلين على الأرض هي السعودية والإمارات وقليل من الجيش السوداني. لا. غير هذه الدول لا نستطيع أن نجعلها مساءلة أو موضع مساءلة. موضع المساءلة هو من يرتكب الجرائم على الأرض، هو من يمارس الجريمة، هو من يمارس الاحتلال، هو من ينتهك القانون الدولي، هو من يخون، من يمارس الخيانة. يعني هؤلاء الناس يمارسون الخيانة، أتوا لمساعدتنا وإذا بهم يطمعون بكل شيء، صادروا القرار السياسي، منعونا من استخدام ثرواتنا، حاصروا البلاد برا جوا بحرا، أغلقوا مطارتنا، أغلقوا موانئنا. اليوم نسأل لماذا مطارتنا مغلقة؟ لماذا موانئنا مغلقة؟ لماذا توضع نقاط في جميع الطرقات وتعمل فتنة داخلية؟ هذا شمالي وهذا جنوبي وهذا دولة وهذا دولة، لينفصل الجنوبيون باختيارهم، هذا شيء نشجع عليه، ولكن وفق الدستور والقانون. الوحدة اليمنية قامت وفق الدستور والقانون، والانفصال يمكن أن يقوم وفق الدستور والقانون. لا يمكن أن نجبر الجنوبيين أن يبقوا معنا في متوحدين مع الشمال متوحدين، لكن لا ينبغي أن يكون العامل الخارجي هو الأداة الذي تقسم البلد، تشطره، تنتزعه، تستثمره لصالحها. اليوم السواحل، البحر العربي وبحر الأحمر منتهكة للقوارب الصيد والسفن العملاقة الإماراتية والتي تؤجرها لكثير من شركات في العالم. يعني للأسف نحن كنا أمام نظام سابق لديه من الثروات ما يمنعه من التسول لدى دول الخليج أو دول العالم. الثروة السمكية بعشرات المليارات، بينما كانت موازنة الدولة لا تزيد على 9 مليار دولار. للأسف اليوم هذه الدول دخلت وهي تعلم ما هي الثروات التي تمتلكها البلد، سواء من الثروة الحيوانية أو من الثروة النفطية أو الغازية أو الموقع الاستراتيجي أو التحكم على الممرات الدولية، وبالتالي دخلت وهي تنوي أو تتحفظ لنفسها بأهداف مسكوت عنها. كنا تكلمنا عنها في حينها في 2015 بأنه التحالف بهذا السلوك ليس تحالفا لدعم الدولة واستعادتها ولدعم الشرعية، ولم يسمعنا أحد. اليوم انكشفت كل الأوراق، وبالتالي اليوم نحن أمام احتلال متكامل الأركان. ما لم ينهض الشعب للدفاع عن نفسه وعن بلده وعن وطنه، فالشعب والوطن ليس خاصا بالسلطة وليس خاصا بالشرعية، وإنما هو يخص كل مواطن. يعني كنا نشكو من انقلاب داخلي صنعه الحوثي بتآمر وتواطؤ الشرعية ودول التحالف، وإذا بنا نرى انقلابات متوالدة تصنعها دول التحالف. أين ذاهب النحل؟ ولماذا نصمت؟ ولماذا نبقى نعول على أطراف خارجية لتنقذنا؟ لا يمكن أن ينقذ اليمن طرف خارجي، لا يمكن أن ينقذ اليمن الدعوات في أسحار الليل من السماء. السماء ليست موظفة عندنا حتى تنزل تشتغل علاقة دولية للفصل بين المتحاربين. وما أصابتكم مصيبتهم فمن أنفسكم، هذه أمور دنيا نحن معنيون بها، وكل مواطن ينبغي أن يعني بأن هذا الوطن هو شأن يخصه هو، لا شأن يخص السلطة، ولا شأن يخص التحالف، ولا شأن يخص الأمم المتحدة. ومتى ما تحرك صاحب الشأن وهو المواطن، كل هذه التدخلات ستنهار وستنهزم. أريد أن أقول شيئا مهما، بالرغم من الخطاب التشاؤمي والمفزع الذي نقوله، لكن الشعوب لا تهزم. إذا لم يكن هذا الجيل قادرا على الدفاع عن نفسه، ستنبعث أجيال قادمة لتعيد تصحيح الأوضاع، وسينهزم الدخلاء والمحتلون. نعم، هؤلاء إذن كل المؤشرات دكتور، صفة غير هذه الصفة، كل المؤشرات والدلالات تشير إلى سوء أو تفضح سوء نوايا السعودية تجاه البلد واستعادة الشرعية كما تدعي. يعني كيف يمكن تمسك الشرعية بالسعودية بهذا الشكل؟ في كل بياناتها تقوم بشكر السعودية، يعني حتى ما بعد الانقلاب الذي لم تقدم السعودية فيه أي شيء تم شكرها على مواقفها. ما هي هذه المواقف يعني، ولما تتمسك الشرعية بالسعودية إلى هذا الحد؟ المواقف أنها تستضيف هذه السلطة المخزية في فنادق الرياض، الشكر لأنها تنفق على هذه بذخ، الشكر بأن دولة كالسعودية
هي قبيلة كبيرة تعاقب كل المخزنين ومتناولي القات من المواطنين ب 15 سنة سجن وترحيلهم، ولكنها تسمح بالقات أن يدخل يوميا لهذا الفريق ليخزنوه في الفنادق. هذه هي دولة القبيلة التي لا تعرف القانون ولا تعرف السيادة ولا تعرف العلاقات الدبلوماسية. وبالتالي مشكلتنا نحن اليوم ليس في التحالف، ليس في الأمم المتحدة، ليس في الانقلاب. مشكلتنا أننا سلمنا هذا البلد ليدين غير أمينة، ليدين مشلولة، لشخص عاجز. المرض الذي ينتاب اليمن هو سرطان في الدماغ، الرأس هو الخلل. نحن للأسف بكل سذاجة قلنا بأن هذا الرئيس سيعمل سنتين ثم ينتهي، وهو يعلم ذلك، ولكنه يعلم ذلك أدخل البلاد بسلسلة من الأزمات، لأنه إذا حلت مشاكل البلاد سيرحل، وبالتالي هو لا يريد أن يرحل. وصلت إليه سلطة لم يكن يحلم بها، وبالتالي قرر بعد نهاية العامين أن يدخل البلد في سلسلة من المآسات، وبالتالي هو يشكر السعودية لأن استضافته، يشكر السعودية نعم يعني السعودية تتبع ومن وأبنائه وحياته بالشكل المثالي لا يهم شعبه. تسمحي لي فقط بشيء من المقارنة للفساد الذي نعانيه في الدماغ، لسرطان الدماغ. أذكر اليمنيين فقط بأنه المرحوم ياسر عرفات رحمة الله عليه لم يكن عنده دولة من عام 64 عندما تأسست منظمة التحرير الفلسطينية، وحتى عام 94 هو عايش طريدا في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، في تونس، في الجزائر، ومع ذلك دوخ الإسرائيليين وهو بدون دولة، دوخ العالم، عقل نظيف. وعندما عاد إليهم دوخهم، وبالتالي تآمروا عليه بالسم وبالحصار وبالقتل المباشر. يعني نحن خللنا ينبغي أن يكون واضح، لماذا نتستر نقول شرعية وما شرعية؟ شرعية ماذا أنجزت لنا؟ أتت لنا بالانقلاب، أتت لنا بالاحتلال، أتت لنا بالفتنة الداخلية، أتت لنا بالحرب، بالمجاعة، بالحصار. عبد رب منصور لم يكن في مستوى المسؤولية، خان الأمانة. نعم، والسعودية تتبع معه استراتيجية. نعم، السعودية تتبع معه استراتيجية المثل الشامي، اطعم الفم تستحي العين، وهذا يبدو ما يحدث. لكن اسمح لي أن أسألك ختاما دكتور فيصل، ما هي مصلحة السعودية في تقسيم اليمن إن لم تكن هي المتضرر الثاني بعد اليمن مباشرة؟ هي التي تقع على حدود اليمن، وإغراق اليمن في الفوضى حتما سيصيبها. هل سمعتني دكتور؟ ارفع إذا سمح. أيوة، أنا سمعت الجزء الأول من السؤال وسأجيب نتيجة للوقت. نعم. أنا أقول بأن السعودية تشتغل كالمقامر أو كالرجل المزاد. رجل المزاد. نعم. رجل المزاد يدخل إلى المزاد مقامرا، عنده فائض من المال، وبالتالي يقرر على أن يأخذ المزاد مهما كانت النتيجة. تعرفي بأن الولايات المتحدة الأمريكية قصفت هيروشيما اليابان بقنابل ذرية، ومع ذلك أعادت بنائها، واحتلت فيتنام وأعادت بنائها، ودمرت أوروبا في الحرب العالمية الثانية وأعادت بنائها. هذه الدول الاستراتيجية التي تعرف مصالحها. السعودية لو كانت تفكر بعقل استراتيجي وعقل دولة وعقل سياسي لكانت تتزعم عالم إسلامي وعالم عربي يحكم نصف العالم، ولكن لأنها تفكر بعقل القبيلة فهي دائما تمارس العنقهية وتحارب أقرب الناس إليها، وهذا ما فعلته مع اليمن للأسف. إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.